بسم الله الرحمن الرحيم، هنشوف دلوقتي ازاي نزهر بعض العناصر ونخفي العناصر الاخرى. يعني فرض دلوقتي ان انا عايز اظهر مكن مثلا الميكانيكا واخفي مكن الكهرباء او العكس، او ان انا عايز اظهر السويتش بورد دوت او اخفي الترانسفورمر، ازاي نتحكم في الحاجات دي؟ طبعا ابسط حاجة ان انا اجي هنا واروح قايل له اخفي لي العنصر دوت، تمام، اقول له هايد اليمنت او هايد كاتيجوري، بس مش هو ده اللي احنا بندور عليه، تمام؟ ليه؟ لان ده حاجة يدوي، فممكن تحط عنصر تاني تنسى تخفيه او تنسى تظهره، فالحاجات دي اصلا ايه صعب ان تتحكم فيها، تمام؟ طيب اعمل ايه؟ انسب حاجة ليه ان انا اعمل فلتر. ازاي اعمل فلتر؟ بدوس في في واجي هنا في الفلتر اقول له اد فلتر، تمام؟ ممكن اختار فلتر جاهز من دول او اقول له اديت واعمل انا فلتر. ازاي اعمل فلتر؟ باجي هنا اقول له انا عايز فلتر جديد، تمام، واقول له مثلا ده الكتريكال، تمام، اوكي. بشوف العنصر دوت الالكتريكال دوت انا عايز يؤثر على ايه. مثلا عايز يؤثر على الالكتريكال اكيوبمنت او الميكانيكال اكيوبمنت، الحاجه اللي انا عايزه يؤثر فيها، تمام. يعني مثلا ممكن يكون مثلا بتكلم على سبنكرات الفاير، فانا عايز اظهر مثلا البندت واخفي الابرايت، فباجي هنا اقول له انا عايز السبنكرات، الحاجه دي هتاثر على السبنكر، تمام. طيب انا دلوقتي اخترت الكهرباء، الخطوه الجايه بعد كده ايه؟ ان انا ادور على الخاصيه افلتر بيها، تمام. يعني مثلا انا عندي 100 طالب في الكليه عايز افلترهم، اقول له انا عايز الطلبه اللي طولهم اكتر من 3 متر، تمام، او عايز الطلبه اللي هم يعني جايبين اكتر من 150%، تمام. فباجي هنا اقول له مثلا انا عايز ادور بخاصيه وليكن مثلا التايب نيم، انا عايز الالكتريكال ديت تتحكم بالحاجه اللي هي التايب نيم بتاعها بيساوي كذا، وروح مختار التايب نيم من هنا. انا عايز اللي هي الفاميلي نيم بتاعها يساوي اي حاجه من دول، مثلا السويتش بورد، تمام. يبقى انا كده عملت الفلتر دوت. طيب الفلتر ده يفيدني بعد كده في ايه؟ لما اجي هنا الكتريكال احد الكتريكال واقول له اوكي ظهر لي الكتريكال ده، ممكن اقول له انا مش عايز اشوفه، تمام، اهو كده اختفى. ممكن اقول له انا عايز اشوفه، بس عايز اشوف مثلا الالوان اللي بره بلون كذا واديها لون، تمام، ظهرت باللون دوت. انا عايزها بالباترن الفلاني اديها باترن، تمام. ده كويس في الشوب درونج ان انا ابدا احدد الحاجات بتاعتي تظهر معايا ازاي. فكره الشوب درونج زي ما نشوف في دروس تانيه الموضوع دوت، ان انا بشوف الشكل بيطلع ازاي معايا في الاوتوكاد، واجي هنا في الريفت ابدا اظبط الخصائص لحد ما تظهر معايا زي ما انا عايز بالظبط، زي ما الاوتوكاد او زي ما الناس متعوده عليه، واحسن كمان، تمام. تاني موضوع الفلتر، فكره الفلتر كلها ببساطه ان انا بحدد عنصر في خواص معينه، الخواص ديت هي اللي هتظهر معايا. يعني مثلا ممكن اقول له انا عايز المواسير اللي بتاعت مثلا الميه الدرين بلون والميه بلون وكذا بلون، الحاجات دي عايز ابدا اتحكم فيها، تمام. اقول له هنا ديت ازرهم لي كلهم. لو انا عايز ابدا الون الحاجات دي اعمل ايه؟ زي ما قلنا قبل كده في في واجي هنا فلتر وابدا احدد الفلاتر بتاعتي، نضيف فلتر جديد اقول له اد، ممكن احدد اي حاجه من الحاجات ديت واقول له ايه دوبلكيت، يعمل لي نسخه ثانيه منها، او اقول له رينيم اغير اسم او الغي، نقول له اعمل واحد جديد، اقول له مثلا دخل لي كولد ووتر، اوكي. طيب ده عايز يؤثر على ايه؟ ممكن يؤثر على البايب بس. طيب انا اخترت البايب، معنى كده ان هو مش يؤثر على البايب فيتنج، مش يؤثر على المواسير ولا على الكعان، لا انا عايز يؤثر على المواسير والكعان. طب عايز يؤثر على ايه تاني؟ ابدا اشوف مثلا عايز، هل انا عايز الاكسسوارز العزل انسوليشن البريس هولدر، ده لما كنا راسم حاجه لسه سنجل ورسم حولتهاش لدبل لاين. طيب هفلتر بايه بقى؟ يعني كذا حاجه تنفع، ممكن افلتر بالتايب نيم،
اقول له التايم نيم بتاعها بكذا اديها اللون دوت ووتر مثلا، تمام. ممكن اقول له لا انا مش عايزها بالتايم نيم ده، انا عايزها بالفاميلي نيم. ممكن ولا واحده من دول تنفع، فاعتمد على الكومنت. يعني ايه؟ هكتب كومنت مثلا اقول له مثلا جي، يبقى اقول له اي حاجه فيها حرف جي اللي هي الجراوند مثلا اديها اللون الفلاني او اخفيها، تمام. اقول له ابلاي اوكي، واختار هنا الووتر. ممكن نسميها كولد، كولد اهي، تمام. اقول له كولد اوكي، تمام. كولد هنا هو اللي فوق هو اللي بيأثر اكتر، يعني ممكن تكون في حاجه مشتركه من كذا واحده، اللي فوق هو هيأثر. اقول له اب، تمام. لاحظ هنا الفاير هو عامل له ايه؟ ان هو ما يظهرش معايا. اعلم على الفاير واقول له ابلاي، تمام. واعلم على الهيدروليك الكولد لسه ما اديناهوش لون، هقول له مثلا خلي الكولد ياخد اللون الفلوي اللي هو اللون، ما اعرفش اللون الفلوي ده شكله ايه. اوكي، تمام. الباترن عايز تدي له انهي باترن زي ما انت عايز. الويت عايز مثلا تخليه لون تقيل مثلا زي ما انت عايز، كل حاجه تقدر تتحكم فيها، تمام. او ده الفاير هو بدا يظهر معايا في فلتر الفاير لو انا خفيته، تمام، هتلاقيه اختفى معايا، تمام. الكولد خلينا نديله باترن معين شكل معين، تمام. والباترن بتاعي خلينا نديه شكل حاجة غريبة كده شوية. لو في حاجة واخدة الخاصية ديت هتلاقيها تبدأ تتلون معايا. خلينا نجرب نقول له بدل كولد ووتر بس ووتر خليها ديفولت مثلا، ممكن يكون هو عاملها ديفولت او ستاندرد. تمام، بدأت تأثر هي، هو كان عاملها ستاندرد، تمام. فالشكل العجيب اللي احنا خدناه هو مجرد بس مثال، انما المفروض معايا لوحة الشوب درونج وابدأ اشوف الشوب درونج بتقول ايه، بحيث ان احنا متعود ان اسلم تسليمة معينة، فاسلم احسن منها ما اقلش عنها. ده فكرة الفلتر، ازاي استخدم الفلتر ان هو يعمل حاجة في الشوب درون. ممكن يكون مثلا عندي انواع البلاطات، هقول له البلاطة اللي كذا اديها لها هاتش الفلاني، البلاطة اللي كذا اديها لها هاتش الفلاني. ممكن اقول مثلا البلاطة اللي هي 40 في 40 اديها لها هاتش الفلاني. ابدا احدد اشكال معينة لكل بلاطة فيهم عن طريق الفلاتر. طبعا كل لوحة بتقدر تحط لها الفلاتر الخاصة بيها.